السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا كل متابعين قناة دوائك. حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله، وحلقة مهمة كالعادة الناس تنتبه معايا فيها، لأن الحلقة دي هتكلم فيها جماعة عن أهم مكمل غذائي لازم كلنا ناخده وكلنا بنعاني منه، وهو فيتامين د. فيتامين د أو نقص فيتامين د يا جماعة من ضمن المشاكل اللي بيواجهها كتير من الناس، سواء في أعمار مختلفة بقى، صغيرين كبار سيدات رجال. فالنهارده هنتكلم بس عن مش مشكلة فيتامين د، هنتكلم على مشكلة فيتامين د وعلاقة نقص فيتامين د ونقص المغنيسيوم، لأن فيتامين د والمغنيسيوم الاتنين متفقين مع بعض، والاتنين لازم يشتغلوا مع بعض، وفيتامين د ما بيشتغلش كويس لو في مشكلة في المغنيسيوم. خلونا الأول كده قبل ما نتكلم، لو أنت ما تعرفنيش أو أنت ما تعرفنيش، أنا صيدلي الإسلام فراج بمستشفى جامعة عين شمس، ودي قناة دوائق، قناة بتهتم بمجال الصحة العامة. أتمنى تشتركوا في القناة، وبعد ما نشوف الفيديو كلنا، لو في حد عنده أي سؤال أو استفسار خاص بفيتامين د سيبه في الكومنت بوكس تحت، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نجاوبكم عليه. طيب، فيتامين د ده يعتبر من أهم الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها لكتير من الوظائف، ومهما نعد ونقول فوائد فيتامين د إلا إنه ممكن نقعد حلقتين ثلاثة. فأنا برضو بالتدريج كده هبقى أعمل حلقات خاصة بفيتامين د أهميته، سواء للكبار والصغيرين، السيدات أو الرجال. لكن في علاقة يا جماعة ما بين فيتامين د وما بين معدن المغنيسيوم. المغنيسيوم من ضمن المعادن المهمة اللي الجسم بيحتاجها بشكل كبير جدا جدا، وبيحتاجها لفيتامين د. طيب، حد هيسألني سؤال مهم ويقول لي يا دكتور، طب ليه المغنيسيوم مفيد لفيتامين د؟ المغنيسيوم مفيد لفيتامين د، وده لأن المغنيسيوم بيساهم بشكل كبير في تصنيع مجموعة من الإنزيمات اللي بتساهم بشكل كبير في تحويل فيتامين د اللي بناخده في الصورة الغير نشطة وتحويله إلى الصورة النشطة. والناس اللي ما تعرفش، فيتامين د اللي بناخده بيخش الجسم في صوره غير نشطه، بيتحول جوه الجسم الى صوره نشطه. لو عندنا مشكله في المغنيسيوم فاوريدي او طبيعي انه هيحصل مشكله في فيتامين د ومش هيكون كافي في الجسم، او هيحصل فيه نقص. يبقى دي كانت علاقه فيتامين د والمغنيسيوم مع بعض. طيب، في جزئيه ثانيه عايزين نتكلم فيها، فيتامين د والمغنيسيوم وفيتامين د والكالسيوم. طيب، احنا عارفين ومعظم الناس عارفه ان فيتامين د بيعالج بشكل كبير عند الاطفال موضوع الكساح، وعند الكبار برضو، علشان خاطر فيتامين د بيحسن امتصاص الكالسيوم في الجسم، بيحوله من الدم والجسم يوديه للعظام والعضل والاسنان والكلام ده، فبالتالي ده بيحمي العظام. طبعا زي ما احنا عارفين ان الكالسيوم مهم للقلب. طيب، لو احنا دلوقتي عندنا خلل في المغنيسيوم فده بيؤدي الى خلل في فيتامين د، فده بيعمل خلل في كمية الكالسيوم. شوفوا، ممكن الشخص يفضل فيتامين د ناقص عنده ناقص عنده ناقص عنده، وما يعرفش ان المشكلة عنده أساسا في المغنيسيوم. طيب دكتور، ايه اللي نقدر نعمله عشان خاطر اول حاجة نظبط موضوع فيتامين د ده وكل اللي حواليه؟ اولا احنا لو هنعمل تحليل، طيب عملنا التحاليل وعرفنا ان فيتامين د، اولا كده يا جماعة تحليل فيتامين د من 30 ل 80 كده النسبة كويسة. وعشان نكون عارفين، معظم الناس اللي عايشين في دول الخليج بيعانوا من مشكلة نقص فيتامين د، وحتى في مصر الناس اللي ما بتظهرش في الشمس بشكل كبير ده بيعاني من نقص فيتامين د. يبقى احنا لازم نعالج اول حاجة نقص فيتامين د. طب ايه افضل نوع نجيبه الفيتامين د؟ في نوع انا بحبه بشكل شخصي من شركة نو نيتريشن، وده بيجي من تطبيق اسمه اي هيرب. هسيب لكم الرابط بتاع المنتج ده في اسفل الفيديو، تقدروا تشتروه وتاخدوا خصم عليه كمان لو سجلتوا كود الخصم اللي هيظهر لكم تحت. هسيب لكم كل التفاصيل والمنتجات اللي هتكلم عليها في الديسكريبشن بوكس، وفي توصيل لكل دول الخليج ومعظم دول العالم في الناس اللي بتتفرج على الفيديو. يبقى اول حاجه لازم ناخد فيتامين د كم وحده يا دكتور؟ الناس الكبار ياخدوا 50,000 وحده كل اسبوع. طيب، ممكن تاخد 1000 وحده يوميا عادي، الناس اللي بتحب تاخد يوميا مفيش مشكله، الناس اللي ممكن تتخوف انها تنسى الجرعه بتاعتها تاخد 50,000، وانا بشكل شخصي باخد ال 50,000. يبقى هناخد فيتامين د 50,000 وحده. طيب، في فيتامين د دايما مرتبط بالكالسيوم، بيبقى معاه كالسيوم، ممكن ناخده عادي مفيش مشكله وده بيبقى كويس، بس انا عايز فيتامين د لوحده 50,000. طيب، الحاجه الثانيه ناخدها ايه يا دكتور؟ المغنيسيوم. طيب، المغنيسيوم برضو افضل نوع نقدر نجيبه من تطبيق اي هيرب، هيظهر لكم في الشاشه دلوقتي، وهسيب لكم رابط المنتج تحت اسفل الديسكربشن بوكس، اطلبوه مع الفيتامين د الاولاني. المغنيسيوم هناخده مره الصبح ومره بالليل بالتزامن مع فيتامين د. طيب يا دكتور، هل نقدر ناخد حاجه تاني مع الحاجات اللي احنا خدناها عشان نحسن موضوع فيتامين د؟ لا، فيتامين د مرتبط بثلاث حاجات، فيتامين د، المغنيسيوم، والاثنين دول مرتبطين بالكالسيوم. يبقى احنا لو حسنا مستوى المغنيسيوم هنحسن مستوى امتصاص فيتامين د، وناخده من الصوره الغير نشطه الى الصوره النشطه، وبعد كده الكالسيوم بيتحول من الجسم ويروح للعظام، فبالتالي بيقوي العظام وبيحسن صحه القلب، بس لو خدناه بالجرعات المظبوطه. ده كان الفيديو النهارده بتاع مشكله فيتامين د وعلاقته بالمغنيسيوم. اتمنى الفيديو يكون مفيد،
انتوا تستفيدوا باذن الله. والمعلومه بسيطه وسهله يا جماعه، فاتمنى زي ما انا بتعب في المعلومه وبذاكر وبفضل بقى اشوف المعلومات والكلام ده كله، تدعموني بس بالاشتراك في القناه. ولو عندك سؤال او عندك سؤال انا هجاوبك عليه، وممكن كمان اعمل لكم فيديو على اي سؤال ممكن يظهر لي تحت. وطبعا شكرا لكل الداعمين يا جماعه اللي عايز يدعم القناه او يبعت لنا سوبر سانكس، طبعا شكرا ليكم طبعا الناس اللي هتبعت واللي بتبعت. الناس اللي بتشترك في القناه يا جماعه او في الدعم ممكن تكلمني بشكل دايركت عادي مفيش مشكله. ولو حد عنده اي استشاره خاصه بيه هو لتحسين صحه الحياه او جوده الحياه او استشاره صيدلانيه خاصه بالادويه او الكلام ده كله، هسيب لكم رابط تحت تقدر تحجز معايا دلوقتي 30 دقيقه بتاخد فيها كل المعلومات اللي انت محتاجها عن الحاله بتاعتك وايه اللي تقدر تعمله خلال الفتره الجايه لو عندك اي مشكله صحيه. انا صيدلي اسلام فراج، صيدلي بمستشفى جامعه عين شمس، ودي قناه دواء. لايك اشتراك كومنت. شكرا.